مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم مهمة جدا، هنتناول فيها كالعادة العديد من الأخبار محليا وعالميا، وكمان فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وكمان للأسف هنتكلم شوية عن المنتخب الأول بعد الأداء السيء جدا في المباراة اللي خلصت من شوية مع جزر القمر. ضيف حلقتنا النهارده الاستاذ محمود عبد السميع، الناقد الرياضي بالاهرام المسائي، وهنستفيد في الحديث بقى على كل الامور. اهم عناوين حلقه اليوم ايه؟ يلا. المنتخب الوطني يسقط في فخ التعادل السلبي امام جزر القمر. الاهلي واصل تدريباته استعدادا لمواجهه الجونه. عبد الحفيظ يطمئن على اللاعبين الدوليين هاتفيا. حمدي فتحي يخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الخبير الألماني ماير. المنتخب الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم. شوقي غريب: لم نحقق هدفنا حتى الآن، ودوافعنا كبيرة للفوز على جنوب أفريقيا. ورمضان صبحي: كل تركيزي في أمم أفريقيا ولن أتحدث عن مستقبلي الآن. مفيش أسوأ من كده. منتخب مفيش أسوأ من كده. حاجة تكسف بصراحة. جه اليوم إن المنتخب المصري، منتخب مصر باسمه الكبير العريق، أكتر منتخب خد بطولة الأمم الأفريقية، بيتعادل مع كينيا وجزر القمر. حاجة تكسف. أداء سيء جدا، إدارة فنية ولا أسوأ، لاعبين ما عندهمش الحميه كده، تحس ان هم مش حاسين بقيمه اللي هم فيه. يا ابني انتوا بتلعبوا في منتخب مصر، بتلعبوا باسم منتخب مصر. حاجه صعبه جدا اللي حصل ده. اداء النهارده هو ماتش كينيا، ما فيش اي حاجه اتغيرت، غيرت بس عدلت في التشكيل من غير اي جديد، من غير اي اضافات، من غير اي ابتكار. انت كمدير فني لازم تبقى مبتكر. وبالمناسبه احنا اتكلمنا وقلنا ان الكابتن حسام البدري من المدربين المناسبين جدا لمنتخب مصر لما تم الاعلان عن تولي المسؤوليه. هو فعلا راجل عنده تاريخ في الاداره الفنيه، راجل حقق بطولات واكتسب التاريخ كله بصراحه يعني من النادي الاهلي، دي حقيقه. لكن في نفس الوقت هو الكابتن حسام اللي خلق الازمات للمنتخب بدري. بدايه من ايه؟ بدايه من موضوع شرط القياده، لما في المؤتمر الصحفي هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا هادي، اتكلم قال لك ايه؟ قال لك احنا لسه بنفكر هنشوف محمد صلاح هيبقى كابتن منتخب مصر ولا لا. ادي ازمه بقى وخدت وقت كتير، قعدنا اسبوعين ثلاثه بنتكلم في موضوع يا ترى. طب احمد فتحي، طب ازاي هتاخد احمد فتحي؟ وقعدنا نعيد ونزيد وكلام من ده، وفي الاخر قال لك هو الناس تتكلم ليه يا جماعه؟ هو انا قلت ان حد هياخد شرط القياده غير اقدم لعيب؟ احنا ماشيين بنفس المبادئ اللي عندنا وبنفس اللي احنا متعودين عليه، الثوابت اللي موجوده دايما. فللاسف هو قال كده يعني. للاسف الاعلام دايما بيضخم الامور. دي كانت تصريحاتك انت يا كابتن حسام. ادي ازمه، تمام، ازمه موضوع بيراميدز. انا عايز اعرف هو مين اللي خسران؟ يعني لو المنتخب طلب لعيبه بيراميدز ونادي بيراميدز رفض لان ده مش معاد الاجنده الدوليه، وده طبعا شيء يلام عليه المسؤولين في نادي بيراميدز ما فيهاش نقاش، وبعد كده يرجع يقول لك ايه؟ خلاص يا كابتن حسام احنا هنطلع بيانه واللعيبه تروح لك المنتخب. قال لك لا انا مش عايزهم. طب انت بتعالج مع مين يا كابتن حسام؟ مع كل الاحترام والتقدير لحضرتك، انت بتعالج مع مين؟ المنتخب هو اللي خسران. انا مش بقول لعيبه بيراميدز هم الاساس في، بالمناسبه من غير لعيبه بيراميدز المفروض المنتخب يكسب برضه، لكن في نفس الوقت انت عندك ست سبع لعيبه في نادي بيراميدز، انت عاقبت المنتخب بعدم انضمامهم وعاقبت اللعيبه نفسهم. طب اللعيبه ذنبهم ايه؟ اللعيبه دول في نادي، النادي يقول لهم امتى تروحوا المنتخب وامتى ما تروحوش. في نفس الوقت هم كانوا حريصين جدا وهم عندهم استياء كبير قوي ان هم ما كانوش متواجدين في المنتخب، فانت عاقبت المنتخب وعاقبت اللعيبه يا كابتن حسام.
دي من ضمن الازمات برضو اللي حصلت، في عدد من الازمات الاخرى يعني، وكلام كتير في الحقيقه من الجهاز الفني وكابتن حسام البدري. الازمات دي كلها هي اللي عطلت المنتخب، وهي اللي اثرت على المستوى الفني واثرت على النتائج. بصراحه هي فضيحه، يعني نتكلم بصراحه من الاخر، فضيحه انك تتعادل مع كينيا وجزر القمر. مع احترام للمنتخبين، النهارده منتخب جزر القمر عامل مباراه جيده بالنسبه لهم. شفتوا الجماهير نزلت ازاي في الملعب بعد الماتش، السعاده والفرحه اللي هم فيها بعد التعادل مع منتخب مصر. فللاسف احنا ماشيين في الطريق الغلط. ضعف الاعداد البدني للمنتخب، ده في يوم من الايام الكابتن حسام بدري عمل معسكر بثلاث لعيبه، هو ده يعقل؟ اتنين من الزمالك واحد تقريبا من سموحه، وبعد كده رجعهم تاني على انديتهم، ده فايدته ايه؟ ده فيما يتعلق بالكابتن حسام البدري، فيما يتعلق بالجهاز الفني. بخصوص بقى المباراه، سواء المباراه اللي فاتت او المباراه النهارده بتاعت النهارده يعني، لا كل اللوم برده على اللعيبه. وانا عايز اخص محمود حسن تريزيجيه. كلنا بنحب تريزيجيه، وكلنا مقتنعين جدا بامكانياته، لعيب عظيم عنده امكانيات هائله. لكن دايما لما بتيجي تلوم المنتخب، لما كان بيخسر محمد صلاح موجود كنت بتلوم محمد صلاح، لان هو النجم الابرز في المنتخب. دلوقتي مين النجم الابرز في المنتخب بعد صلاح؟ صلاح مش موجود، مين الابرز؟ تريزيجيه. هل هنلومه لمجرد اللوم وخلاص؟ لا، الراجل عامل مباراه سيئه جدا النهارده، مش عارف يستغل الامكانيات. يعني انت بتلعب في استون فيليا تريزيجيه، بتلعب في اعظم دوري في الدنيا، الدوري الانجليزي، لما تضيع انفراده زي دي يبقى انت ما طورتش من نفسك بصراحه. محمد صلاح في بداياته لما كان في بازل كان بيضيع كتير جدا، لكن اشتغل على الموضوع ده. اه وارد انك تضيع في كره القدم، لكن ما يبقاش عدد كبير، ما يبقاش عدد كبير من الاهداف والفرص اللي بتضيعها. لو تفتكروا ماتش جنوب افريقيا المنتخب الاول في بطوله الامم الافريقيه، تريزيجيه ضيع جول ما يضيعش برضه قبل ما يتلقى الهدف اللي خلص الماتش. فدي سلبيه عند تريزيجيه لازم يشتغل عليها. من أسوأ اللاعبين النهارده محمود حسن تريزيجيه، احمد حجازي مش هو ده احمد حجازي. في حاجه غلط، في حاجه غلط. كابتن حسام البدري كمان في الاداره الفنيه مش عارف ايه اللي جرى. لازم يبقى في معالجه للامور دي بسرعه، لازم نلحق نفسنا. بالمناسبه احنا مش بنطالب ان مثلا الجهاز الفني يتغير وكلام، لا ده كلام مش منطقي. اللي يقول لك لا ان لازم نمشي بقى الجهاز دلوقتي، ده كلام مش منطقي، الكلام ما يفتش. لا، الراجل موجود وجه فتره زمنيه قليله وكل الكلام من ده. موضوع كمان بالمناسبه، موضوع ان الفتره الزمنيه تبقى قليله وان ما لحقش يعمل اعداد وما لحقش، ده ما بقاش عذر دلوقتي خلاص. انت مدير فني وطن يعني، ملم بكل امكانيات اللاعبين الموجودين، عارف امكانيات واحد واحد. اه ممكن نقول الكلمتين دول لما مدير فني اجنبي، الراجل لسه بيتعرف وعايز يعرف اللاعبين وامكانياتهم وكلام من ده، فما نلوموش قوي في الماتشات يعني، في الماتشات بتاعته سواء لو كان الاداء او النتائج وحشه. لكن هنا لا، كل اللوم على الجهاز الفني. بالمناسبه في لقطه النهارده غريبه جدا، احنا ابتدينا الشوط الثاني ب 10 لعيبه، قعدنا دقيقتين في الملعب وكانوا دقيقتين خطر جدا على منتخب مصر، نلعب ب 10 لعيبه عشان خطر خطا اداري. مينا سامح المدير الاداري بيقول على الموضوع ده، اعتقد المدير الاداري يعني، موضوع التغييرات. حسين الشحات المفروض كان ينزل مكان قفشه، وابتدينا الشوط والتغيير ما كانش لسه اتعمل. طب انتوا فين يا جماعه الربع ساعه اللي ما بين الشوطين؟ انتوا فين؟ افرض الدقيقتين دول كان جه فيهم جون، كانت هتبقى كارثه. فالاخطاء اداريه وفنيه بصراحه. احنا بنعيش أسوأ عصر لمنتخب كبير زي منتخب مصر بصراحه، على مدار الاشهر السابقه حتى الان. بنعالج؟ لا ما بنعالجش. بنشوف الازمات فين الحلول؟ ايه؟ لا ما بنشوفش. فالحين بس يا جماعه انتقادات كتير، يا جماعه مش عارف ايه، يا جماعه لا لازم نبقى ورا المنتخب. ما احنا كلنا ورا المنتخب، وهنفضل ورا المنتخب، وهنفضل ورا الجهاز الفني مع الكابتن حسام البدري، واي جهاز فني يبقى موجود بنفضل وراه. لكن لما يكون في سلبيات لازم نقولها، لما يكون في شيء يجب انتقاده لازم ننتقد، لان بالمنظر ده لو احنا ما انتقدناش يبقى احنا مش حريصين على مصلحه المنتخب. هو كله في الصالح العام، احنا عايزين المنتخب يرجع زي زمان. وبالمناسبه لو تفتكروا كده، نرجع مع بعض زمان شويه ايام كابتن حسن شحاته، كان ايه اللي بيحصل؟ منتخب مصر لما بيلعب مباريات وديه كان بيلعب مين؟ كنا بنلعب اسبانيا، بنلعب البرتغال، بنلعب انجلترا في ويمبلي، ما عندناش مشكله، جرأه وبتتقدم على انجلترا هناك في ويمبلي بهدف زيدان، تخسر 3-1 ماشي مش مشكله، بس عملت احتكاك قوي. لما تيجي تلعب بقى اي منتخب هنا في افريقيا تبقى احسن منه بكتير.
وده اللي كان بيحصل، وخدنا 3 بطولات افريقيا ازاي ورا بعض. حصل دروب بعديها بس ده بيبقى طبيعي، انت كل ما بتوصل لمكان عالي اكيد لازم هتنزل وبعد كده تطلع تاني، لكن احنا ما بنطلعش، احنا نزلنا مش بنطلع. لما لعبت ماتشات وديه لعبت مع مين؟ بوتسوانا، كسبت بوتسوانا 1-0 بالعافيه. لعبت مع مين؟ مع ليبيريا 1-0 بالعافيه. فده الناتج الطبيعي، تعادلين مع منتخبين مع كامل الاحترام ليهم بحجم كينيا وجزر القمر، دي فضيحه وكارثه. ليه كنا خايفين نلعب البرازيل؟ المفروض في الاجنده الدوليه مكان ماتش بوتسوانا ده كنا هنلعب البرازيل. الكابتن حسام قال لك ايه؟ قال لك لا. هل احنا يعني خايفين ان احنا نخسر كتير؟ يا عم اخسر كتير مش مشكله، انت بتلعب برضه في الاخر البرازيل ومش هتخسر كتير، احنا عندنا امكانيات لعيبه كويسه، لكن لازم تديهم الاحتكاك المطلوب. الاحتكاك المطلوب ده اللي هيساعدك انك تتفوق على المنتخبات الكبيره وقبليهم المنتخبات الصغيره اللي انت مش عارف تتفوق عليهم. لما احنا بالمستوى ده قدام كينيا وجزر القمر هنعمل ايه؟ قدام الكاميرون وغانا والجزائر وتونس والمغرب والناس دي هنعمل ايه؟ اما دول بقى بالنسبه لنا بقوا زي البرازيل دلوقتي؟ اه طبعا بقوا بالنسبه لنا زي البرازيل، لان الناس دي بتطور من نفسها والناس بتتفوق. الجزائر بطلت افريقيا هنا في مصر، المغرب عندهم منتخب قوي، كاميرون غانا نيجيريا كل المنتخبات دي قويه، لكن احنا زي ما احنا خدنا غطس مش عارفين نطلع منه بصراحه. يعني لازم يبقى في وقفه، لازم يبقى في مراجعه من الجهاز الفني. انت بعد الماتشين دول او بعد الفتره دي كلها بالماتشات الوديه والماتشين الرسميين لازم تعرف مين اللعيبه اللي ما تنفعش تلعب في منتخب مصر. هتقول لي اصل عندي بعض اللعيبه في المنتخب الاولمبي عندهم تحدي مهم ما ينفعش كنت اخدهم، لا مش مبرر خالص. اه طبعا هدعم بيهم الفتره الجايه مفروغ منه، ما شاء الله عليهم عندنا عناصر مميزه جدا اكيد هيكونوا من القوام الاساسي لمنتخب مصر، لكن في نفس الوقت لازم ان انت تشوف اللاعبين اللي لا يصلحوا لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه وتستبعدهم بقى، تشوف هتعالج الامور ازاي. في النهايه بعد الفضيحه دي احنا كلنا مساندين للجهاز الفني ومساندين لمنتخبنا الوطني. انا عايز اروح للكابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق ومدرب حراس مرمى منتخب نادي الاهلي الاسبق. يا كابتن ناجي مساء الخير عليك. مساء الخير يا حبيبي، كل سنه وانت طيب وحضرتك طيب والشعب المصري كله بخير. وحضرتك طيب يا كابتن ناجي، تقييمك للمنتخب واسباب الاداء السيء والنتائج السيئه دي في ماتشين بحجم ماتشات كينيا وجزر القمر من وجهه نظرك ايه؟ هو طبعا الحاجه اللي مش حلوه اللي اتعملت خالص في مسابقه الدوري وابعاد اللاعبين عن نفسها اللي هي بتدي لياقه المباريات، ده طبعا مهم جدا. وبعدين خريطه الكره الافريقيه اتغيرت تماما. لازم ان احنا يعني في التحليل الفني لازم نعمل يعني فريق العمل بتاع التحليل لازم يكون عن على درايه كامله بمستوى الفرق ونقاط الضعف فيها ونقاط القوه فيها. فريق جزر القمر فريق خفيف وسريع ومهاري وعنده لعيبه بتلعب في مسابقات كبيره في الدوري الفرنسي وبعض الدوريات الاوروبيه، في موناكو في سوشو في فعلا اجاكسيو وفي كذا حد يعني عندهم خبرات. وطبعا انا عايز من النقطه دي اقول برضو المسؤولين عن الكره في مصر الدول الافريقيه دي بتطلع اللعيبه 15 سنه و16 سنه للاحتراف وبمبالغ زهيده، بعد كده بترجع اللعيبه دي اسامي كبيره وبترجع عندها خبرات وبترجع تفيد منتخبات بلادها. بتلاقي الكينيا معظم الفرقه كانت يعني لعيبه محترفه خارجيا. جزر القمر اللي هي بلد صغير وبلد مش على خريطه الكوره خالص فيها 2 بس يعني لعيبه محليه. طبعا اتغيرت خريطه الكوره واتغيرت المنافسين، لكن ده ما طبعا ما يديناش اسباب ان احنا نكون اقل منهم، بالعكس اللعيبه اللي في الملعب بالظبط المفروض هي لعيبه كبيره ولعيبه تقدر تكسب جزر القمر في جزر القمر وتقدر تكسب كينيا في كينيا بهيف سكول وكل حاجه، لكن طبعا العذر كل العذر ان يعني نحاول نوجد اعذار، لكن انا عندي ثقه كبيره في الفرقه. طبعا عدم وجود محمد صلاح ده جزء مش ممكن ابدا نغفله، طبعا ليه دور كبير جدا. محمد صلاح بيفرق مع ليفربول يعني اكيد. بعض اللاعبين طبعا في الناقصين من المنتخب واللعيبه اللي من لعيبه المنتخب الاولمبي اللي احنا كنا هنركز عليهم في
البطوله الاخيره بالظبط اللي فاتت لولا تغير الاستراتيجيه ان البطوله اتقلبت في مصر. بس هل دي اعذار كافيه يا كابتن ناجي؟ يعني احنا عندنا عدد من اللاعبين المميزين. مش اعذار كافيه. لا مش اعذار كافيه. مش اعذار كافيه. مجموعه اللعيبه اللي موجوده في الملعب لعيبه دوليه وعندهم خبرات باستثناء واحد ولا اثنين خدوا فرص جديده. لا مش لعيب مش اعذار ولا حاجه. الحلول طيب. احنا في عز بنلعب بكل بتحصل بعض المباريات كرة القدم ده طبيعي واحنا في عز ما احنا بنكسب وبنوصل لنهائي افريقيا غلبنا من تشاد يعني عايز اقول للناس انه ده ممكن يكون في كرة القدم بعض المطبات اللي احنا مش عايزين نقف عندها عشان ما نعطلش نفسنا بالظبط. لكن انا عايز اتكلم في النقطة المضيئة في المباراة اللي هو محمد الشناوي طبعا نجم المباراة يعني النهارده حاجة بقول له انا فخور بيك جدا معدلات الثقة عنده بقت مرعبة بيلعب ما شاء الله عليه اي ضغوط وده من واضح من بدايه كاس العالم من بدايه لعبه في كاس العالم ومع النادي الاهلي ومع المنتخب هو النقطه المضيئه في المنتخب يعني لما بتفوزه بتلاقيه فرصتين طيب كابتن ناجي هو موجود ومركز وثقه كبيره جدا انا هستاذن حضرتك يا كابتن ناجي تفضل معانا على التليفون نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل المداخله المهمه دي مع كابتن ناجي يلا بينا اهلا بحضراتكم من جديد اروح مره ثانيه للكابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق ونكمل كلامنا على منتخب مصر يا كابتن ناجي اهلا بيك مجددا اهلا يا عمي كنا بنتكلم على الشناوي واشاده حضرتك بيه واكيد برضو حضرتك من ضمن الناس اللي ساعدت الشناوي في الوصول للمستوى الحالي واللي ادى لتالقه وكان نجم المباراه النهارده في جزر القمر يعني هو انا عايز اتكلم على 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 الشناوي على شخص الشناوي يعني اللي هو بيشتغل على نفسه جوه الملعب وبره الملعب ومحترف حقيقي يعني انا طبعا كان في بينا مكالمه بعد مباراه كينيا وقلت له هكلمك بعد ماتش جزر القمر تسافر بالسلامه مش عايز اضغطك لكن انت زي الفل وحتى مباراه كينيا كنت احد نجومها وان شاء الله باذن الله تسمع الفارق في جزر القمر وخلي بالك جزر القمر ما كانش مباراه سهله مباراة لازم يبقى فيها تركيز عالي جدا هو اصبح سمة من سماته حارس تقيل عارف يعني ايه حارس تقيل يا امير؟ فاهم يعني 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 يصنع الفارق بالظبط تبقى مطمن وهو موجود بالظبط كده بالظبط حارس عنده مواصفات يعني جسمانيه وبدنيه وفنيه وذهنيه وبتك على الذهنيه دي قوي ان هو من كاس العالم وكل مبارياته تقريبا بنفس التميز ما قلش ولا فقد تركيزه في بعض المباريات لكن واخد نفس الدور لانه انا عارف هو عايش ازاي عايش حياته بره الملعب محترف بياكل كويس بينام كويس بيتمرن كويس بيشتغل على النواقص اللي عنده حاجه مفرحه وانا يعني بجد فخور بيه وفخور باللي هو بيعمله وان شاء الله يفضل مكمل وان شاء الله يكون عنده فرص يعني في كرة القدم أعلى بكتير من اللي هو فيها إن شاء الله إن شاء الله طيب نصايح حضرتك يا كابتن ناجي بما إنك عندك خبرات كبيرة جدا سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي النصايح اللي حابب تقولها للجهاز الفني اللي موجود دلوقتي إيه عشان نخرج من الأزمة دي من الأداء السيء اللي إحنا بنشوفه ده؟ لا هو طبعا الجهاز الفني عنده فرصة بقى الفترة اللي جاية هيتم يعني بطولة الدوري هتبتدي يعني تستمر اللعيبة هتخش فورمة مباريات أكيد هيبقى في عناصر هتضاف للقوام المنتخب من المنتخب الاولمبي بعض المميزين من المنتخب الاولمبي مش عايز برضو كمان ناس تبقى يعني تفكر ان لعيبه المنتخب الاولمبي هتبقى ليها ادوار كبيره لانه طبعا هم لسه محتاجين خبرات يعني هيبقى بعقل طبعا الاثنين ثلاثه اللعيبه اللي هم المميزين في المنتخب الاولمبي ولازم ما نخليش اللعيبه الكبار بتاعتنا يفقدوا ثقتهم يعني لعيبه عندها خبرات كبيره وعندها عدد مباريات دوليه كبيره لازم نساعدهم ان هم يستعيدوا ثقتهم مش ان احنا نفقدهم ثقتهم ونبتدي نتكلم على لعيبه المنتخب الاولمبي بالظبط صح ان هم دول اللي هيشيلوا لا يعني لازم نعمل حسابات محترفه شويه انه لا اللعيب الدولي محتاج خبرات كبيره نديها له ازاي يبتدي يخش في المباريات بسيكونس معين مش يعني نحطهم في الملعب نحطهم في النار مره واحده لا بالعكس يبقى في
قصه يعني بشكل يعني متأني جدا انت تحط بعض لعيبه المنتخب الاولمبي تديهم ادوار معينه باوقات معينه في اتموسفير معين صح. في كسبان مباراه بخط واحد بخط اثنين، لكن مش عايزين نفقد لعيبتنا الكبار ثقتهم في نفسهم، نحاول نرجعهم لعيبه كتير. النني مثلا كل الناس عامله ضغط عليه كبير جدا ولكن النني لعيب كبير ولعيب تكتيكي من الطراز الاول مش لازم يفقد ثقته في نفسه. بعض اللاعبين في خط الدفاع بالذات الاداء التكتيكي الدفاعي بيشتغل عليه كويس جدا، لانه بقت ميزات الفرق الافريقيه ست اللاعبين اللي قدام بيبقى فيه سرعه وبيبقى فيه خفه حركه وفي مهاره، لازم نعمل يعني اداء تكتيكي دفاعي يتناسب مع الكره الافريقيه الجديده. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. اخيرا يا كابتن ناجي، عايز اخد توقعاتك لمباراه بكره للمنتخب الاولمبي ومباراه مصريه ومؤهله ان شاء الله باذن الله لاولمبياد طوكيو، والرساله اللي حابب تقولها للجهاز الفني واللاعبين. لا اللي هم الولاد بيعملوا حاجه بيدونا انطباع ان هم بيبذلوا اقصى جهد عندهم وده المهم جدا، في رجوله وفي قتاليه وفي كفاح فده ما يخوفنيش. يعني حتى لو في نتائج يعني لا قدر الله مش كويسه يبقى هم عملوا اللي عليهم، بس انا ان شاء الله شايف ان هم بكره ان شاء الله هيأدوا لنا مباراه كويسه جدا. بقول لمحمد صبحي دورك مهم، تركيزك مهم، البوزيشن بتاعك دايما، لانه طبعا هنواجه اطوال كبيره لازم تمركزه يبقى مناسب دايما عشان يوصل للكوره في وقت مناسب، لانه عندهم اطوال تصعب يعني ادوار حارس المرمى. هو ولد كويس وعنده شخصيه وان شاء الله يؤدي مباراه كويسه، وان شاء الله نفرح بيهم بكره، وان شاء الله نبارك لهم على تاهلهم لطوكيو ان شاء الله باذن الله. كابتن ناجي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه والقيمه. كابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق، واتكلم عن اسباب الاداء السيء للمنتخب. عجبني بصراحه زي ما انتقدنا الكابتن حسام بدري، عجبني تصريحاته بعد الماتش، يعني بعض التصريحات انا قريتها دلوقتي في الفاصل، وقال ان انا بوعد الناس ان احنا نوصل لامم افريقيا. هو طبيعي ان احنا نوصل في كل الاحوال، لكن في نفس الوقت الاهم ان احنا نعالج اخطائنا. وهو كمان تطرق لان الناس بتنتقده وهم مش عارفين الظروف اللي بتحصل حواليه، لا احنا عارفينها وشايفينها، واللي خلق الظروف دي الجهاز الفني للاسف، لكن ان شاء الله احنا كلنا مساندين وداعمين للكابتن حسام بدري، الجهاز الفني واللاعبين، عندنا لاعبين كبار ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. ده بخصوص منتخب مصر الاول. عايز اتكلم شويه عن المنتخب الاولمبي، لان بكره طبعا مباراه يعني غايه في الاهميه، مباراه هتاهلنا باذن الله تعالى لاولمبياد طوكيو 2020، وده الهدف الاسمى والاهم طبعا، بخلاف الفوز بالبطوله نفسها طالما على ارضك وسط جمهورك يعني. فكابتن شوقي غريب كان ليه تصريحات في المؤتمر الصحفي اللي بيبقى قبل المباراه بيوم، وقال ان هدفنا ما اتحققش لحد دلوقتي. عجبني قوي التفكير بالطريقه دي، لان كلام كابتن شوقي غريب هو كمان كلام رمضان صبحي في المؤتمر الصحفي. اذا العقليه والتفكير واحد، يعني نفس الاتجاه ماشيين فيه، مدركين قوي ان احنا لسه ما عملناش حاجه، هنعمل باذن الله بكره لما نوصل، لما نحقق هدفنا الهدف الاسمى باذن الله لما نفوز على جنوب افريقيا. وقال ننتظر الجماهير امام جنوب افريقيا، ده مؤكد جمهور المصري كله هيكون موجود في مباراه مهمه زي دي ان شاء الله. رمضان صبحي قال كمان ان احنا هنخوض المباراه دي اللي احنا اشتغلنا عشان نوصل ليها من سنتين، بقى لنا سنتين بنشتغل عشان نوصل للمباراه دي، احنا خلاص وصلنا لها وان شاء الله هنحقق كل اللي نقدر عليه عشان نحسم التأهل. نحسم ازاي؟ يعني انت تكسب بكره تتأهل، لكن لو لا قدر الله ما كسبتش بكره عندك فرصه ثانيه، بس هتبقى بضغوط اكبر، احنا عايزين نخلص الموضوع بدري باذن الله. قال كمان كابتن رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر الاولمبي، قال ان انا مش هتكلم في مستقبلي دلوقتي لان ده مش التوقيت المناسب، وهو عنده حق في الكلام ده، لان فعلا الصحف بتتكلم كتير جدا على موضوع رمضان صبحي وهل هو مستمر ولا مش مستمر. هو مؤكد انه مستمر مع النادي الاهلي لغايه لما عقده يخلص، عقد الاعاره، بعد كده هنشوف ايه اللي هيحصل. طيب ديفيد نوتواني اللي هو المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا قال مواجهه مصر صعبه لكن احنا هنفوز ونتاهل لطوكيو. ان شاء الله مش هيحصل الكلام ده، لان احنا واثقين جدا في لاعبتنا، واثقين جدا في امكانياتهم وفي الجهاز الفني اللي ماشي بشكل تصاعدي من حيث الاداء. يعني في الحقيقه ابتدينا وحش البطوله لكن نهينا الدور الاول باداء كويس. كمان حارس جنوب افريقيا دارين جونسون قال ان احنا بنستلهم فوز الكبار
اللي هم يعني كبار جنوب افريقيا على منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، وده بالنسبه لنا دافع قوي جدا، وان احنا مش خايفين من الفراعنه، والتصريحات كلها بتبقى طبيعيه ونفسيه قبل المباريات الكبيره اللي زي دي. ده ان شاء الله يعني توفيق للمنتخب الاولمبي، وان شاء الله يكونوا موفقين في مباراه الغد باذن الله. ده فيما يتعلق بالمنتخبات. اخبار الاهلي بقى، وده اللي بيبقى اهم دلوقتي بالنسبه لنا عشان الجمهور الاهلاوي دايما بيبقى عايز يعرف كل جديد يتعلق بفريقنا الحبيب الفريق الاول لكره القدم. كابتن سيد عبد الحفيظ بيتواصل مع الدوليين للاطمئنان عليهم، ويتواصل مع مجموعه من اللاعبين الموجودين في المنتخبات المختلفه. المنتخب الاول عندك مجموعه من اللاعبين تواصل معاهم، المنتخب الاولمبي كمان اطمن عليهم، واللاعبي الاهلي المحترفين سواء علي معلول او جيرالدو الموجودين مع منتخبهم. ده بيبقى شيء طبيعي يعني زياده في الاطمئنان على هؤلاء اللاعبين. الخبير الالماني ماير بيجري الفحوصات الاخيره لحمدي فتحي قبل الجراحه. حمدي فتحي خلاص وصل اعتقد المانيا النهارده، وبيبقى في فحوصات مبدئيه كده بتسبق اي جراحه يعني، هو بيعمل فحوصات دي وان شاء الله يعمل جراحه الغضروف، وباذن الله باذن الله خلال شهرين يرجع حمدي فتحي باذن الله تعالى. برنامج خاص لتجهيز ديانج. ديانج للاسف عنده مزق في العضله الضمه، درجه المزق يعني تقول ان هي مش درجه كبيره قوي، فبالتالي ممكن يلحق مباراه النجم الساحلي، لكن ما اعتقدش بصراحه ان هو ممكن يلحق، هيبقى في محاولات طبعا، لكن المؤكد ان هو مش هيكون موجود في مباراه الجونه، وهيتم التعامل مع هذه الاصابه. للاسف الاصابات بتهاجم النادي الاهلي، لكن ان شاء الله الجهاز الطبي والجهاز الفني يقدروا يتعاملوا مع هذه العقبه بالشكل الانسب، وخصوصا ان احنا مقبلين على تحديات هامه جدا. عايز اروح لزميلنا العزيز شريف شعبان رئيس القناه الاهلي عشان يقول لنا كل الاخبار الجديده اللي بتتعلق بالفريق. يا شريف مساء الخير عليك. يا زميل امير تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف، طمنا على تدريبات الفريق. خليني اقول لك التمرين كان في الرابعه عصرا، يمكن بدا التمرين كان في حوالي 10 لاعبين في الملعب زائد ثلاث لاعبين يمكن صغيرين اللي هم تحت السن، طبعا كانوا بيجروا برنامج تاهيلي مع مدرب، مع شعيب مدرب النادي الاهلي، يمكن كان عندهم مباريات في قطاع الناشئين، فطلع النهارده في الفريق الاول، فطبعا فضلا لمستر فايرر يتمرنوا لوحديهم علشان خاطر ما يبقاش في اصابات. يمكن بدا التمرين باطالات وبدوائر بالكره، واختتم التمرين بتاثير النهارده الحمل البدني كان خفيف جدا، لان بكره هيبقى عنده تجربه وديه مع فريق الاتصالات في استاذ التيتش. اتمنى باذن الله بكره يكون فايلر يطبق الفكر اللي عاوز يطبقه. بكره المباراه مش تبقى مذاعه، بكره المباراه هتبقى مقفوله فقط على الفريقين اللي هيكونوا موجودين في ملعب التيتش. الراجل عاوز يدرب بعض الجمل، بعض الاتكاهات اللي عاوز يعملها، وده حق طبيعي جدا لاي مدير فني في العالم ان يبقى قافل على فرقته، وان ما يبقاش فرقته على المشاع اي حد يتفرج عليها، اي حد يرصد النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مباراه في الدوري المصري يوم 25، ومن بعدها عنده مباراه افريقيه يوم 29، فالراجل من حقه يقفل على فرقته، من حقه يركز مع فرقته اكثر واكثر. يمكن تدريب الحراس النهارده كان فيه خمس حراس، يمكن شريف القطامي على لطفي، مصطفى شوبير، رمضان الحارس الصاعد، احمد طارق النهارده كمان كان موجود، خمس حراس. يمكن مستر مايكل او مايكل مدرب الحراس يمكن عمل معاهم تمرينه قويه جدا النهارده، خمس حراس يبقى كتير جدا على مدرب الحراس، ولكن الراجل بيشتغل بكل جد بكل حب، مش فارق معانا عدد خالص، والراجل مرن الخمسه بكل اجتهاد، والخمسه يمكن ما شاء الله ماشيين كويس جدا، وما زال شريف اكرامي وعلي لطفي لافتين كل انظار متابعين للمران. يمكن تاهيل مستمر لمحمود متولي، لكريم نيدفيد، لي ديانج النهارده سافر حمدي فتحي واجرى بعض الفحوصات، باذن الله بكره يكون موعد في اجراء عمليه الغضروف في المانيا، اللي اتمنى له باذن الله يرجع بسلامه الله الى جمهوريه مصر العربيه طبعا، ويبدا التاهيل في مصر عشان يرجع بسرعه باقصى وقت للملاعب. ديانج زي ما قلت من شويه فعلا عنده مزق يمكن في العضله الضمه، يمكن بدرجه ملي واحد، يمكن حاجه بسيطه جدا، ولكن طبعا العضله الضمه خداعه دايما، لازم زي ما هو متولي لازم زي العضله الخلفيه زي العضله الضمه لازم تاخد مده طويله، او الجهاز يخاف يتسرع في عوده اللاعب مره اخرى، لان ممكن خداعه، ممكن تبان اللي هي كويسه وينزل التمرين يحس بيها. يعني الموقف بتاع ديانج بالتحديد ايه؟ يعني موقف هيكون ايه بالنسبه له؟ هل ممكن يلحق مباراه النجم الساحلي؟ طبعا مباراه الجونه خلاص مستحيل، مباراه النجم الساحلي يعني من خبراتنا مع لاعبي النادي الاهلي والاصابات ممكن يكون على دكه البدلاء، ولكن اساسي يعني هيبقى فيها 50-50 الى الان. خلي بالك برضو بترجع الى قوه عضله اللاعب، ممكن
في خلال يومين ثلاثه درجه الاستجابه تكون عاليه، فبرضه هبات دي الاهلي على طول ما بياخدش اكشن، اللي ما بياخد بيعمل اشاعه كل فتره يعمل اشاعه، وممكن بعد كام يوم يتعمل له اشاعه ويشوف درجه استجابه العضله في الشفاء راحه ازاي، ممكن يكون ديانج عضلاته قويه شويه فممكن استجابته للعلاج تكون اسرع شويه، فتختلف من لاعب للاعب. يعني محمد محمود مثلا في الرباط الصليبي يمكن الناس في المانيا اشادت ان في حاجه في جسمه عنده الانسجه بتلتحم بسرعه وبتلتئم بسرعه، فبترجع من كل لاعب مختلف عن الثاني، فيا رب باذن الله يكون جاهز لمباراه النجم الساحلي جماهير النادي الاهلي بتعود كثيرا على هذه البطوله نفسها في بطوله افريقيا عشان يتاهل لكاس العالم، فباذن الله القاضي بيكون افضل للنادي الاهلي زي ما قلت لك. جميل امير بكره في مباراه وديه باذن الله، الراجل يقدر يجرب فكره اللي عاوز يلعب بيه مباراه الجونه ومباراه النجم الساحلي، وباذن الله الايام اللي جايه ما تكونش فيها اصابه، لان الاصابات بقى بدات ترجع تاني من جديد بكم كبير للاسف الشديد، بس باذن الله باذن الله اللي جاي ما يكونش فيه اصابات ونقدر باذن الله نتجاوز هذه المرحله ويكون مباراه الجونه ومباراه النجم الساحلي. شريف عايز اطمن على نيدفيد، نيدفيد يرجع امتى؟ نيدفيد في المرحله النهائيه، نيدفيد بيجري بيخش الجيم بيعمل يعني تمارين، نيدفيد خلاص في المرحله النهائيه، يعني نيدفيد بتتكلم يعني ممكن تلاقيه في خلال 3 أو 4 أيام في التمرين، ولكن بقى مباريات يعني هتديله مباراه قويه ولا لا، برضه مشكله برضه لاعب غايب بقاله كتير، بقاله كام شهر غايب خالص عن المباريات، فطبعا محتاج مباريات وديه عشان يجهز، فطبعا هيحتاج برضه وقت تجهيزه، هيحتاج برضه وقت عشان خاطر تخليه يواكب النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي في الحمل البدني بتاعهم، هم واصلين لمرحله بدنيه عاليه جدا، عشان كريم يوصل لهذه المرحله محتاج وقت، محتاج مباريات وديه، فطبعا كريم يعني من الوهله الاولى طبعا خارج مباراتين الجونه او النادي الساحلي، ولكن هو كده كده مش مقيد افريقيا على النهائيه في العوده مره اخرى للملعب ان شاء الله باذن الله. شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، شريف شعبان مراسلنا ومراسل قناه النادي الاهلي، وقال لنا كل جديد بيخص الفريق. كريم نيدفيد مش مقيد افريقيا لكن مقيد محليا، ممكن تستفاد بيه ان شاء الله يعود سريعا، احنا عايزين اكبر كم ممكن من اللاعبين يكونوا جاهزين عشان يكونوا متاحين للجهاز الفني باذن الله تعالى. عايز اروح اشوف اخبار الاهلي في صحف النهارده، يلا بينا. في الاخبار ملفات ساخنه في الاهلي، فايلر يبحث عن هجام ويمنح الضوء الاخضر لتسويق ازارو وجيرالدو. الأهرام الأهلي الحديث عن استعادة توفيق الآن غير منطقي، التجديد للرباعي محسوم ومباراة النجم 29 نوفمبر. الأخبار المسائي فايلر يطمئن على المصابين، الفريق يواصل التدريب استعدادا للجونة وفتحي يطير إلى ألمانيا. المصري اليوم مستشفى الأهلي، ديانج يشكو من إجهاد العضلة الضمة، حمدي فتحي يطير إلى ألمانيا اليوم، وفايلر يطمئن على البدلاء في ودية الاتصالات. في المساء فايلر غاضب من مهاجمي الاهلي، المدير الفني مستاء من ظاهره اهدار الفرص في التدريب، فقره ترفيهيه باليد، حمدي فتحي حضر وسعد سمير يشارك في وديه الاتصالات غدا. الاهرام المسائي الاهلي بين اتجاهين، طيار يطالب بالدكه في مواجهه الجونه واخر يحذر من خطوره موقعه الغردقه. الجمهوريه صفقات الشتاء تتعثر، ازمه سيوله في الاهلي. الشروق فايلر يؤجل فكرة إعارة صالح جمعة في يناير، اقتراح بعودة أكرم توفيق، الفريق يواجه الاتصالات وديا غدا. اليوم السابع فايلر يتراجع ويرحب بضم كهربا للأهلي، حمدي فتحي يطير إلى ألمانيا بعد الحصول على 20,000 يورو، والفريق الأحمر يسافر إلى تونس بطائرة خاصة. في الدستور فايلر يرفض عودة أكرم توفيق والتخطيط توافق على احتراف عمار. الوطن الأهلي يتحرك لحل أزمة ملعب إفريقيا وفتحي في غرفة العمليات بألمانيا، تجارب جديدة لفايلر في ودية الاتصالات ومشكلة أمام الجهاز بسبب ديانج وطبيب الفريق، تحسن ملحوظ في حالة محمود متولي. نبتدي بجريدة الأخبار واللي اتكلمت عن النادي الأهلي النهاردة وقالت إيه؟ قالت إن في ملفات ساخنة في الأهلي، مقصدهم بالملفات إيه؟ الملف الطبي يعني زي ما قرينا متن الخبر كده، الملف الطبي والملف الخاص بالتعاقدات يعني. وهي ملف مش ملفات ساخنة ولا حاجة يعني. فايلر يبحث عن هجام، الراجل ما طلبش أي حاجة لحد دلوقتي. وكل يوم بنقول الكلام ده.
وهتقولوا انتوا بتعيدوا وبتزيدوا في نفس الكلام، قال لان دي حقيقه والله، لما هيبقى في حاجه جديده اكيد هنقول لحضراتكم. الصحف بتجتهد، الصحفيين بيجتهدوا، ده دورهم وده شغلهم، ما فيهاش اي مشكله، واحنا دورنا ان احنا نوضح لحضراتكم الصوره بالشكل الصحيح. الراجل ما اتكلمش مع اي حد وما طلبش اي حاجه لحد دلوقتي، اكيد بيقيم، اكيد بيشوف هيطلب ايه الفتره الجايه، اكيد يعني هو بيدرس القصه دي. يمنح الضوء الاخضر لتسويق ازارو وجيرالدو، مش حقيقي لحد دلوقتي الكلام ده، غير حقيقي اطلاقا. يعني الفتره الجايه زي ما بقول لحضراتكم اكيد هو بيشوف بيقيم، واكيد بيجهز تقرير يقدمه للمسؤولين عن الكره في النادي الاهلي، وبعد كده يتشاوروا، وبعد كده ياخدوا القرارات الانسب في صالح الفريق. يعني الاهرام بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على ان الاهلي بيقول، هو الاهلي ما قالش كده خالص في اي تصريح رسمي يعني، بالمناسبه هو بيبقى اجتهاد برضه من الصديق العزيز والصحفي اللي كتب الخبر ده. الحديث عن استعاده توفيق الان غير منطقي. طيب هو غير منطقي لسبب ان اكرم توفيق عنده عقد اعاره لغايه اخر الموسم مع الجون، لكن في نفس الوقت ممكن يبقى في تفكير. هتقولي طب ما هو ازاي هيقطع الاعاره؟ هقول لك ان ممكن يبقى في تواصل مع اداره الجونه، هما دلوقتي حقهم يا اما يوافقوا يا اما ما يوافقوش، ده لو الاهلي رغب في عوده اكرم توفيق. لو الاهلي ايه عايز يرجع اكرم توفيق، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيكلموا الناس في الجونه، يا جماعه ينفع ناخد الولد في شهر واحد؟ هيقولوا اوكي ماشي اهلا وسهلا، هيقولوا مش اوكي خلاص. الاهلي بيحترم كل التعاقدات ما بينه وما بين اي حد، ده امر مفروغ منه يعني. لكن اعجاب باكرم توفيق طبعا، في اعجاب باكرم توفيق. هل في قرار نهائي اكرم يجي او ما يجيش؟ لا ما فيش اي قرار يعني. التجديد للرباعي محسوم ان شاء الله يعني قريبا، احنا عندنا اربعه اذن بتنتهي ان شاء الله قريبا الملف ده يخلص. مباراه النجم احنا عارفين ان هي يوم 29. نروح للمصري اليوم، وانا دايما بعترض على كلمه مستشفى الاهلي. الاهلي عمره ما كان مستشفى يا جماعه، الاهلي نادي كبير وكيان ومؤسسه كبيره جدا، لكن البعض بيحاول كده يجيب عناوين برضو من ضمن الشغل اللي يحق لاي حد يعني. في نفس الوقت اللفظ مش او الكلمه مش حلوه يعني. ديانج يشكو من اجهاد العضله الضمه، والاهلي غير محظوظ بصراحه في موضوع الاصابات ده بصراحه. هتلاقي بقى الاصابات ايه كلها بتيجي في مكان واحد، من لعيبه في مركز واحد، لكن ده طبيعي في الكوره وان شاء الله يتم معالجه هذا الامر يعني. حمدي فتحي يطير الى المانيا قلناها، وفايلر بكره يطمن على اللاعبين في ماتش ودي. طيب المسا، فايلر غاضب من مهاجمي الاهلي. انا عايز احيي الصحفي اللي كاتب الخبر ده في الحقيقه، لان هو خلق خبر، خلق عنوان. ازاي؟ اكيد هو كان بيتابع التمرين، شاف مثلا ان فرصه او اتنين ضاعوا من مهاجم المهاجمين، ففايلر اداهم تعليمات فقدر ان هو يخلق خبر، ودي حاجه في الصحافه تحترم جدا في الحقيقه. لكن مش معنى كده ان الراجل زعلان قوي المهاجمين، والمهاجمين دول لا يصلحوا. التدريبات غير المباريات الرسميه، في التدريبات عادي ممكن انت تضيع، لازم تبقى حريص على احراز اي هدف قدامك حتى لو في التدريبات، لكن في نفس الوقت انت بتتمرن، طبيعي ان انت تضيع، طبيعي ان انت تجيب الكلام من ده. مش معنى كده ان الراجل غاضب من المهاجمين. المدير الفني مستاء من ظاهره اهدار الفرص في التدريب. في تقويم، في علاج للظاهره، لان بالتحديد برضه انا عايز احدد الكلام مالوش علاقه بالتدريب بس، هو ليه علاقه بالمباريات الرسميه. فانت بتمرن اللعيبه عشان الاخطاء اللي بتحصل في التدريبات تلاقيها اتعالجت في الماتشات الرسميه، ده طبيعي جدا يعني. فقره ترفيهيه باليد، حمدي فتحي حضر، سعد سمير يشارك في وديه الاستاد غدا. عبد سعد سمير في الحقيقه مهم، اللعيب بخبرات جيده مع النادي الاهلي. طيب نروح للاهرام المسائي، الاهلي بين اتجاهين برضو، ده من ضمن الاخبار المبتكره او الاخبار اللي بيقدر يخلقها الصحفي، فحاجه جيده برضو في الحقيقه. قال لك الاهلي بين اتجاهين، هو قاس الموضوع ازاي كصحفي؟ قاس ان الاهلي عنده مباراه قويه جدا مع الجونه في الغردقه، ودي من المباريات الصعبه جدا في الدوري بصراحه، وعنده مباراه اقوى مع النجم الساحلي في تونس. فانت هتعمل ايه؟ هل هتلعب في ظل الاصابات بقى اللي عندك؟ هتلعب بالعناصر الاساسيه بتاعتك اللي انت كنت معتمد عليها، ولا في ماتش الجونه هتتخلى عن البعض اللي انت بتعتمد عليه وتلعب بالبعض الاخر عشان تحوش اللعيبه اللي انت بتعتمد عليهم بشكل اكبر لمباراه النجم الساحلي؟ فبرضه ده ابتكار من صحفي وحاجه يعني لازم نحييه عليها. لكن في كل الاحوال القرار في الاخر بيبين، قال لك طيار بيطالب بالدكه في مواجهه الجونه، واخر يحذر من خطوره موقعه الغردقه. في تشاورات اكيد ما بين الجهاز الفني، وكله بيفكر احنا هنتعامل ازاي خلال المرحله اللي جايه، مين ادرى ناس بالتعامل مع المباريات؟ هو الجهاز الفني، واحنا واثقين فيهم كل ثقه، واثقين جدا في لعيبتنا سواء اللي هيلعب الماتش ده او ده او اللي هيلعبوا الماتشين يعني. عندنا قائمة جيدة، بنعاني من الإصابات لكن إن شاء الله ليها حل بإذن الله تعالى. الجمهورية، صفقات الشتاء تتعثر، أزمة سيولة في الأهلي، مفيش أزمة سيولة ولا حاجة، ما شاء الله الأهلي ما شاء الله يعني.
مفيش تعثر كمان في صفقات الشتاء. هما كمان كاتبين في متن الخبر يعني في جزئيتين عايزين نعدل عليهم. جزئيه ان ازمه سيوله ده مش حقيقي، ادي رقم واحد. الجزئيه الثانيه هما كاتب لك في متن الخبر الاهلي بيتكلم مع مين بقى؟ محمد حجازي واسامه جلال وكهربا ومهاجم ورمضان. ازاي ينهي موضوع رمضان؟ سيبك من موضوع رمضان ده لسه سابق لاوانه، لكن بيتكلم في اربع لعيبه. طب الاهلي ازاي هيقدر يتعامل مع اربع لعيبه واللائحه بتقول ان انت ليك حق ان انت تستبدل خمسه، الاهلي استبدل منهم ثلاثه يعني ناقص لك اثنين، يبقى في شهر واحد انت هتتعاقد مع اثنين بس. كتب لك في متن الخبر الاهلي ممكن هيحاول من خلال الاسماء المعروضه ان هو يتعاقد مع اثنين او ثلاثه، الكلام ده غير حقيقي الا بقى لو اللائحه اتغيرت الله اعلم، بس لحد دلوقتي اللائحه زي ما هي، نتمنى ان هي تفضل زي ما هي بالمناسبه يعني. ففي كل الاحوال الاهلي يحق ليه التعاقد مع اثنين، ويمكن حاجه فاتتهم بس في جريده الجمهوريه في الحقيقه، لكن في اسماء اكيد مطروحه في نفس الوقت عشان تحاول تشوف مين ابرز اثنين انت تقدر تدعم بيهم صفوفك. نروح للشروق. فايلر يؤجل فكره اعاره صالح جمعه في يناير، صالح جمعه مكمل. اقتراح بعوده اكرم توفيق، الاقتراح هو مجرد فعلا اقتراح، قرار رسمي مفيش قرار رسمي. الفريق يواجه الاتصالات وديا غدا، المباراه هتبقى مهمه طبعا، اتكلمنا فيها واتكلمنا على حمدي فتحي واتكلمنا على اصابه ديانج. طيب اليوم السابع والكلام على كهربا مستمر وهيفضل مستمر لغايه شهر يناير في الحقيقه. فايلر يتراجع ويرحب بضم كهربا للاهلي، مش هعلق على الموضوع ده لان القرار في الاخر في ايد المدير الفني، ده مفروغ منه، المدير الفني هو اللي هيقرر كهربا يجي ولا ما يجيش، هو اللي بيقرر مش حد تاني. ممكن يبقى في تشاور طبعا لجنه التخطيط وكلام من ده، لكن الراجل في الاخر ليه قناعاته وليه وجهه نظره الفنيه، النادي بيحترم دايما وجهه نظر اي مدير فني. حمدي فتحي يطير لالمانيا، ماشي. الفريق الاحمر يسافر لتونس بطائره خاصه، وده بالمناسبه موضوع ايجابي جدا اتكلمنا فيه امبارح، موضوع ان انت تسافر من الجونه مباشره بطائره خاصه لتونس تجنبا للاجهاد. طيب الدستور، فايلر يرفض عوده اكرم توفيق والتخطيط توافق على احتراف عمار. لسه طالما ما حصلش اي اجتماعات يبقى كل الاخبار دي لسه مجرد اجتهادات بس كده. الوطن، الاهلي يتحرك لحل ازمه ملعب افريقيا، احنا عارفين ان خلاص استاد برج العرب مش جاهز لاستضافه اي مباراه، هيفضل كده 3 شهور تقريبا، فانت دلوقتي خيارات النادي الاهلي ايه؟ واللي قالها الاتحاد الافريقي هو استاد القاهره رقم 1، استاد السلام رقم 2، ملعب برج العرب رقم 3. استبعد خلاص ملعب برج العرب، يبقى انت هتلعب فين؟ يا استاد القاهره يا استاد السلام. وهيبقى في طبعا في تواصل مع الجهات الامنيه بخصوص هذه الجزئيه بالتحديد، ان احنا نتمنى نلعب طبعا في استاد القاهره، والاخبار المبشره ان احتمال كبير باذن الله نلعب في استاد القاهره. تجارب فايلر جديده، تجارب جديده الفايلر في وديه الاتصالات بكره، ومشكله امام الجهاز بسبب ديانج، وطبيب الفريق بيقول ان في تحسن ملحوظ، نتمنى عوده ميتولي للاعيب مهمه. اخبار الاهلي في المواقع ايه؟ نشوفها يلا. فيتو، عاشور يقود وسط الاهلي امام الجونه. اليوم السابع، الأهلي يجهز كريم ندفت بعد إصابة فتحي وديانج. الوطن سبورت، طبيب الأهلي يرافق حمدي فتحي إلى ألمانيا. صدى البلد، جوشوا حكما لمباراة الأهلي والنجم الساحلي، وكاستن يدير موقعة الزمالك ومازن. وان ثري، صفقة القرن في الأهلي عبر بوابة عاصمة النور. موقع الكابتن، لجنه التخطيط للاهلي توافق على بيع ثلاثي المنتخب الاولمبي. مبتدا، الاهلي يرفض التنازل في قضيه عبد الله السعيد. بطل الاهرام، شباب الاهلي يرفض الراحه بعد الفوز على المقص. طيب عايز اعلق بشكل سريع شويه على بعض الاخبار اللي في المواقع، نبتدي بفيتو اللي بتقول ان عاشور يقود وسط الاهلي امام الجونه، ومعطيات بتقول ان هو الاقرب يعني. عاشور لعيب كبير جدا وخبرات عظيمه، ففي ظل غياب اليو ديانج قبليه حمدي فتحي، فانت كده بتفكر في ايه؟ في عاشور. لو مش عاشور هيبقى وردو، اللي الناس اللي بتجيد في المركز ده زي مثلا احمد فتحي ورامي ربيعه. اليوم السابع، الاهلي يجهز كريم ندفت، عوده كريم ندفت مهمه قوي قوي بعد اصابه فتحي وديانج، ولاعيب مهم ان شاء الله يعود سريعا، واحنا اطمنا من كريم، او عفوا من شريف شعبان زميلنا العزيز، على اصابه كريم ندفت، وقال ان هو خلال الايام ممكن ينضم للتدريبات الجماعيه. نروح لوان ثري، تقول لك ايه؟ صفقه القرن في الاهلي
عبر بوابة عاصمة النور. موضوع يا جماعة صفقة القرن ده مش في الأهلي، الكلام ده مش في الأهلي، وأنا فترة كبيرة قوي اتكلمنا في الموضوع ده من خلال برنامج كلام في الميديا. هي دايما بتبقى لحظة مهمة لأي لاعب إنه ينضم للنادي الأهلي، لكن حتة إن الأهلي يجيب صفقة القرن لا، مفيش حاجة في النادي، الثقافة دي مش موجودة في النادي الأهلي. موضوع إن احنا جبنا صفقة القرن دي مش عند النادي الأهلي، ممكن تبقى عند أندية تانية من وجهة نظرها كده وتحترم، لكن النادي الأهلي بحجمه وجماهيره لا، مفيش حاجة عندهم اسمها صفقة القرن. هي بتبقى لحظة مهمة قوي لأي لاعب لما ينضم للنادي الأهلي، بالنسبة له ممكن تبقى لحظة القرن يعني. فدي جزئية مهمة، مفيش حاجة اسمها صفقة القرن، ومفيش حاجة يعني مش عارف، كلام كتير جدا على القصة دي يعني. مش بالمنطق ده خالص يعني. الكابتن بتقول لك ايه؟ بتقول لك لجنه التخطيط بالاهلي توافق على بيع ثلاثي المنتخب الاولمبي. ما حصلش الكلام ده. طيب سريعا، بوابه الاهرام، شباب الاهلي يرفض الراحه بعد الفوز على المقصه 3-0 امبارح. شباب النادي الاهلي مواليد 99 فازوا على المقصه 3-0 وبيوصلوا صداره بطوله الدوري برصيد 30 نقطه، وهم كسبوا 9 ماتشات وتعادلوا 3 ماتشات، ودي كانت مباراه في الجوله 12. عايز اروح للاستاذ الكبير، الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير، عشان نتكلم معاه شويه على بعض الامور الهامه واحنا افتقدناها في الحقيقه في حلقه الخميس الماضي. عايزين نتكلم معاه شويه عن المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي والنادي الاهلي. يا استاذ اوسي مساء الخير عليك. مساء الفل كابتن امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدين قناه الاهلي. اهلا بيك يا استاذ اوسي. يعني الكلام كتير خلال الساعات الحاليه وبعد انتهاء مباراه مصر وجزر القمر على اداء المنتخب وكيفيه علاج سلبيات هذه المرحله بالتحديد من وجهه نظرك. طبعا يعني كلنا يعني مستائين ومتضايقين بعد التعادل اللي حققه المنتخب النهارده مع جزر القمر، وده امتداد للاداء السيء والاداء غير الجيد للمستوى اللي شفناه في مباراة كينيا، وكان قبله نفس الاداء في مباراة ليبيريا وبوتسوانا. كنا قلنا ان بوتسوانا وليبيريا دي ماتشات وديه، لكن للاسف الودي استمر في الرسم ونفس الاخطاء ونفس الكوارث اللي كانت موجوده في الماتشات الوديه استمرت في الماتشات الرسميه. فالمنتخب بلا شخصيه، بلا لون، بلا طعم، بلا شكل، بلا دفاع، بلا وسط، بلا اقعد قول بلا دفاع. الحاجه الوحيده اللي مش بلا هي حارس المرمى محمد الشناوي الذي انقذ المنتخب في هاتين المباراتين الرسميتين من هزيمه محققه، وكانت تبقى فضيحه كبيره جدا للمنتخب الاولمبي لو خسر من منتخب كينيا اللي ما تجاوزش الدور الاول في كاس الامم الافريقيه في اي سنه وشارك في النهائيات 6 مرات، وجزر القمر الذي لم يصل على الاطلاق في تاريخه الى نهائيات كاس الامم الافريقيه. شفنا المنتخب النهارده اداؤه محبط، يعني لا في تمرير ولا تسليم ولا تسلم ولا بناء هجمات ولا افكار متفق عليها، يعني مفيش اي حاجه بيعملها منتخب مصر الحقيقه. يعني الحقيقه منتخب يعني يجلب العار للكره المصريه يعني الحقيقه، ويقلل من هيبتك الافريقيه، يعني ما يديناش ثقه في ان احنا ممكن نعمل حاجه. هتقول انا لسه عندي صلاح هينضم، ولسه عندي رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومجموعه من الاسماء ممكن تستضاف في المجموعه، مجموعه كبيره يعني 5-6 لعيبه منتخب الاولمبي المميز ده اللي احنا شايفينه الرجاله. حتى انا بقول يا كابتن امير لو الجهاز الفني مش ليه بصمه، طب اللعيبه ما عندهاش احساس، ما عندهاش شخصيه، ما عندهاش الرجوله والحميه اللي تدافع بيها عن الوان قميص منتخب مصر. الحقيقه انا مندهش من اللعيبه، وكمان حتى التغييرات اللي بتحصل تغييرات تحس انها عشوائيه ومثبتش ومثبتش، تحس ان الهدف بتاعتنا دي مشت الكوره الحقيقه يعني خالص يعني. فنتيجه سيئه جدا للمنتخب. نتمنى في الحقيقه نتمنى للاسف ان البعض قال ان الجهاز الفني كان فرحان بالتعادل يعني. دي تبقى مشكله كبيره بصراحه، يبقى مشكله فينا يعني احنا في الحقيقه، لكن نتمنى ان شاء الله. لان البعض يا استاذ اوسي خليني بس استغل الفرصه اقول لحضرتك، البعض بيفتكر ان احنا بنهاجم الكابتن حسام البدري. احنا كنا مساندين جدا للكابتن حسام البدري وهنفضل مساندين للكابتن حسام البدري وجهازه، لان هو المدير الفني لمنتخب مصر، دي ما فيهاش نقاش، لكن لازم يكون في انتقاد، وانتقاد بصوره محترمه وبصوره جيده. احنا عمرنا ما نتجاوز في اي حد، ده شيء مهم جدا. طيب احنا بننتقد اداء يا استاذ امير بالظبط كده. البعض بيفسر، بس بيفسر الكلام ده بشكل خاطئ، فدورنا ان احنا نوضح ايضا. العلاج ايه للازمه دي يا استاذ اوسي من وجهه نظرك؟ لا العلاج هو لسه طبعا قدامه 5-6 شهور على ما يلعب ماتشات ثانيه رسميه، وقدامه تقريبا لغايه شهر اغسطس على ما يلعب مع توكو الماتشين بتاعته التصفيات اللي لازم تكسبه، واخد بالك؟ اعتقد ان المفروض الدوري هيرجع والدوري يبقى ان شاء الله عندنا كوره منتظمه، كوره عندنا مباريات منتظمه، ويتم اعطاء اختيار اللاعبين بدون النظر الى اسمائهم ولا اسماء انديتهم. يعني مش شرط
يعني مع احترامي للاعيبه كتير موجوده ما ينفعش تبقى موجوده في المنتخب، سواء من الاهلي او من الزمالك او محترفين، مش شرط ان لاعب اسم يجي يلعب في منتخب مصر. اللاعب اللي هيأدي برجوله ويأدي كفاح ويرفع العلم المصري ويأدي الدور المطلوب عليه اهلا بايا كان موجود في المكان اللي موجود فيه. فعلى الجهاز الفني انه يبحث عن اللعيبه دي ويجهز اللعيبه دي، وعليه ان يستعيد محمد صلاح ليكون قادر المنتخب عليها، اكيد هيستفيد من لعيبه المنتخب الاوروبي. كل ده عناصر اكيد هتكون داعمه وقويه للمنتخب الوطني في المرحله المقبله، لكن حتى الان المنتخب الوطني مع الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري يعني غير مطمن على الاطلاق ولم يحقق اي شيء. طبعا هنقعد نقول ان اي مدرب يحكم عليه بعد خمس ست ماتشات، احنا بعد خمس ست ماتشات لو هنقعد نحكم هنكون كلنا من منتخبات افريقيا، ودي تبقى حاجه كارثيه يعني. طبعا المفروض طبعا يعني ده جهاز جديد، المفروض كابتن حسام البدري حافظ اللعيبه، وده الانديه غير المنتخب يعني. صح صح. بتاخد افضل العناصر الموجوده عندك، صح، بدائل كتيره جدا، فالمهم ان هم يركزوا ويختاروا نوعيات كويسه. طيب. تقدر تحقق الهدف المطلوب للجماهير المصريه خلال المرحله المقبله يعني. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير استاذ محمد القوسي. خدنا وجهه نظر فنيه في البدايه مع الكابتن احمد ناجي، خدنا وجهه نظر صحفيه كمان مع الاستاذ محمد القوسي بخصوص منتخب مصر، وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه ونرجع بالاداء المطلوب وبالشكل المطلوب من جميع الجوانب في الحقيقه، واثقين كل الثقه في مدير فني كبير زي الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون. طيب دي كانت بعض الامور وبعض الاخبار، هنروح لتقرير مع مين يا جماعه؟ طيب لفاصل، بعد الفاصل نرجع نستضيف الاستاذ محمود عبد السميع الناقد الرياضي بالاهرام المسائي ونتكلم في بعض الامور الاخرى، استنونا. الأستاذ محمود عبد السميع الناقد الرياضي بالأهرام المسائي بينورنا ويشرفنا في الاستوديو في هذه اللحظات. يا أستاذ محمود أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ. أخبارك إيه؟ الحمد لله رب العالمين تمام. نور. ربنا يخليك ويسيح. نبتدي بالمنتخب الأول، رأيك في الماتش؟ تمام. لا هو رأيي الماتش ده والماتش اللي فات نفس القصة، عشوائية بحتة في سواء في التشكيل أو الاختيارات بتاع الكابتن حسام بدري من الأول. يعني انا شايفها، انا يعني نفسي اساله انت بنيها على ايه؟ يعني انت النهارده لما جيت تعمل قوائم للمنتخب من ساعه ما توليت بنيت كلامك على ايه؟ او بنيت الاختيارات على ايه؟ طيب اسلوب اللعب بتاعك هل اللي انت اخترتهم دول يتناسب معاهم؟ برضه كل دي اسئله. نتائجها ظهرت في الماتش اللي فات، انت الماتش اللي فات تعادل 1-1 هنا، ده كان مستحيل، مش هنقول كان صعب او حلو. النهارده جزر القمر انا شايف لعيبه بتاع جزر القمر، اه طبعا هو في محترفين، انا طبعا سمعنا هولندا وبلجيكا وفرنسا وكده وفرنسا، لكن النهارده شايف عندهم ثقه اكتر منك، شايفك النهارده مهزوز جدا. كنت المفروض النهارده اللي احنا واخدينه او فاهمينه عن منتخب مصر انت النهارده تروح جزر القمر تكسب 4 تكسب 3 وهم اللي يحتفلوا بيك ان انت وصلت، لكن النهارده شايف ان القصه كلها زي ما قلت لك عشوائيه في كل حاجه، في طريقه اللعب من الاول. طب انا النهارده اتفرجت شفت كابتن حسام بدري بدات، طيب هجمه من تحت، تمام بدات هجمه من تحت عن طريق مين؟ محمود علاء و واحمد حجازي، الاثنين ابطا من بعض من وجهه نظري، ما عندهمش الكوره، على اعتراف بامكانياتهم الكبيره. لا لا طبعا طبعا في حاجات كتير، لازم في مهاره ممكن تفتقدها يعني، لكن انا النهارده شفت لا زي ما قلت لك عشوائيه حتى في اللعب. طيب النهارده الديفندرات طارق حامد عمرو السولية خارج مستواهم بشكل كبير، طبعا بقى اللخبطه كلها كانت قدام. النهارده برضو العشوائيه زي ما بقول لك، تريزيجيه شويه جناح ايمن شويه جناح ايسر في النص، زيزو بعيد بشكل كبير جدا عن انضمام في منتخب مصر ويبدا اساسي. تمام. كهربا طبعا شايف ان هو كان يلعب جناح طبعا او يبدا جناح، ادام انت عاوز تعتمد على كهربا وشايف ان كهربا عنده، لا كنت تديله في مكانه ما تديلوش كراس حربة يعني. بس ما برضه موضوع كهربا ده ان هو بيلعب مهاجم لان هو بيفتقد عدد كبير من الاصابات الموجودين في المنتخب الاولمبي، كمان النهارده بيلعب كمان في الشوط الثاني مروان حمدي من اللعيبه الكويسين في الحقيقه واللي نزل عمل اداء يعني بما انه من اولى المباريات ليه بالنسبه له، فبرضه يبقى شيء مميز في الحقيقه. لكن في كل الاحوال ازاي يتم معالجه كل هذه الاخطاء سواء الفنيه او الاداريه بالمناسبه؟ فتره اعلان انت فتره النهارده، في برضه حاجه كنت عايز اقولها لك، انت النهارده بادئ الشوط الثاني بتلعب 10 لعيبه عشان خطا اداري ان انت ما بلغتش حكم الرابع
يعني حاجه بدائيه، يعني انت بتتكلم في حاجات بدائيه. ما ينفعش جهاز اداري المنتخب مصر النهارده في ماتش مهم زي ده مثلا، او في اي ماتش حتى لو ماتش ودي، ما ينفعش النهارده انا ابدا 10 عشان انا اتاخرت ان انا اعلن الحكم الرابع بالتغيير بتاعي. الكلام ما ينفعش طبعا، كلام يعني مش واخدين عليه، مش احنا انت فاهمني انا بتكلم ازاي. بس ده من وجهه نظري. يعني هنتكلم في علاج، انا كان في علاج ان انت اختياراتك لازم تبقى مبنيه بقى على اسس. لازم انا النهارده انت كنت معترض على الاختيارات كابتن حسام من بدري؟ انا معترض، مش مع ان في الحقيقه يعني الناس كلها بتشيد بالاختيارات اللي هو اختارها. لا انا من وجهه نظري انا شايف مثلا حد زي زيزو ما ينفعش تبدا بيه، ما ينفعش يبقى موجود في انا بتكلم في اختيارات القايمه من الاول، او بتكلم في اختيارات ان انت بتبدا الماتش او في قائمه المباراه. تمام. انا شايف زيزو بعيد شويه يعني. لسه الراجل خلاص ما بلوش مع الزمالك سنه، ما لعبش كوره بره كتير. اتألق مع الزمالك قبل التوقف، ما احنا خلينا برضه متفقين على حاجه. انا النهارده لعيب منتخب او لعيب اهلي او لعيب زمالك، انا النهارده عندي قدره ان انا استوعب طريقه اللعب بتاعه المدرب بتاع المنتخب بتاعي هجيب. لكن انا النهارده كويس مع فريقي عشان الطريقه اللي بلعب بيها المدير الفني بتاع الفريق بتاعي انا كويس فيها وخدت عليها خلاص. هيبقى هيحصل لخبطه خلاص، يبقى انا مش لعيب دولي. هي دي بقى اللي بنقول لعيب دولي ولعيب مش دولي. هي القصه مش كوره ومش ملعب بس وبتاع. لا، في تكتيك، في النهارده فنيات، النهارده ببدا من تحت. لا طب خلاص، اللي تحت عندي اتنين بطاء ومجبورين على نقول مثلا في غيابات مثلا او ما انضموش من الاول، محمد عبد الغني، محمود المتولي، خلاص فانا النهارده مجبر ان انا العب احمد حجازي مع انه ما بيشاركش مع فريقه. لسه راجع من اصابه محمود علاء، خلاص انا عندي النهارده بديل، خلاص مش هبدا من تحت، ببدا من النص. ومين اللي هيوصل؟ زيزو. طب انا زيزو النهارده ما كانش في حالته، الدفاع اللي هيبني الهجمه ما كانش في حالته، النهارده الشناوي بس. يعني وجهه نظري ما شاء الله عليه بصراحه. يعني النهارده انت جزر القمر شاف كوره كمان. طبعا انا بتكلم جزر القمر لا عندهم كوره بس ما كانش ينفع يلعب كده عليك. المواجهات الفرديه ما بين تزيروا فيها. جزر القمر هم اللي بيتفوقوا، لعيبه جزر القمر حقيقه فيها. لا انا شايف ان الجهاز اصلا الجهاز الفني حتى التعامل مع المشكله شال. يعني انت النهارده بتتكلم مثلا ايه، ان انت النهارده شلت فتحي وحسين الشحات حطيت الازمه ما كانتش فيهم. الازمه في طريقه او شكل اللعب بتاعه، كما كان عبد الله جمعه، مش في الاشخاص. يعني مش في الاشخاص. النهارده احمد فتحي مثلا، او نتكلم نني النهارده ما كانش ينفع طبعا يبدا بيه، وفعلا قراره صح وعجبني فيه جدا. شكل مين اللي يقدر ينفذ شكل اللعب النهارده؟ كابتن حسام بدري مدرب كبير طبعا طبعا، محدش يختلف على كده في الحقيقه. يعني ايه شكل اللعب بتاعه؟ ايه بنى على ايه؟ بنى نزل المباراه او لعب المباراه او قاد المباراه بناء على ايه؟ انا ما اعتقدش ان هو يعني فكر فيها زي ما انا بفكر او زي ما اي حد بيفكر. لكن لا، في قصور جامد جدا. موضوع بيراميدز ده اثر على المنتخب؟ طبعا طبعا، لازم يبقى فيه وقفه. مش هينفع، لازم يبقى فيه وقفه النهارده. بيراميدز في لعيبه كتير كانت هتبقى مؤثره في المباراه النهارده، وجودها هيبقى مؤثر. انت النهارده خدت قرار، لا لازم يبقى فيه قرار خلاص النهارده. انا مستني قرار من اتحاد الكوره، قرار رسمي، مستني قرار من كابتن حسام بدري. ايا كانت بقى ايه، ايا كانت الظروف او ايا كانت النتائج. بس طيب، مين اللي اتضر من استبعاد لاعبي بيراميدز؟ وهل القرار كان خاطئ ولا انت شايف القرار كان في محل يعني؟ بص هقول لك على حاجه يا امير. استبعاد لاعبي بيراميدز طبعا المنتخب اثر في اداء المنتخب بشكل كبير. بس زي ما بقول لك، كابتن حسام البدري لو النهارده حط خطه معينه وحط طريقه لعب معينه نفذها مع اللعيبه في التدريبات. طب ما انت النهارده عملت ماتشين وديين ليه؟ أو مثلا عملت معسكر ليه؟ او عملت اكتر من معسكر ليه؟ حتى لو الوقت ضيق، انا النهارده معايا لعيبه كبيره، انا مش مدرسه كوره، انا معايا لعيبه دوليين. باجي النهارده يا جماعه في الـ في الـ في الـ مثلا في الـ في في في, في الاجتماع بقول يا جماعه انا بلعب طريقتي كذا 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 كذا. مين هيقدر معايا ينفذ كذا؟ انا كابتن بنزل التشكيل، بنزل التمرين، بجرب ده وبجرب ده وبجرب ده. مين بشوف؟ انا بشوف حتى الفيديوهات بتاعت اللعيبه في الماتشات. لعبت مع فريق، لعب مع فريقه ازاي؟ شكله كان عامل ازاي؟ بيشوط؟ لا يعني هقول لك على حاجه النهارده. الكوره ضرب اللي هي اللي كانت ضربه حره غير مباشره جوه منطقه الجزاء. اللي في اول ماتش دي تلخص كل حاجه. بمعنى النهارده لازم المدير الفني يبقى عنده خطه بديله A وB وC، ثلاث خطط لكل كره. النهارده مثلا عندي فاول من ناحيه اليمين، عندي مثلا قفشه هيشوط، لا قفشه مش هينفع يشوط، طب ايمن اشرف يرفع، طب ممكن اعمل جمله اباصي. لازم يكون شغل زي ده بما فيهم برضو الحاجات اللي انت حاجه زي دي حصلت اهي. ضربه سوري
فاول داخل منطقه الجزاء. فاول داخل منطقه الجزاء كان لازم ليه شغل حتى لو هو نادر حدوثه، كان لازم ليه شغل طبعا. لازم النهارده يبقى في جمله. النهارده رايحين شايفين سبع ثمان لعيبه واقفين خلاص الماتش، سبع ثمان لعيبه واقفين، ما حدش فاهم هو بيعمل ايه. كابتن حسام ما قالش يا جماعه طب ننفذ مثلا الخطه اللي احنا عملناها، مفيش خالص. طب خلينا نتكلم بشكل واقعي واوضح شويه. هل الازمات اللي عانت منها الكره المصريه على مدار الموسم اللي فات وعلى مدار كمان بدايه الموسم الحالي دي سبب في النتيجه اللي احنا بنشوفها دلوقتي اللي بتظهر على اداء منتخب مصر سواء في بطوله الامم الافريقيه اللي فاتت او في التصفيات الافريقيه الحاليه؟ يعني ازمات بتتمثل في ايه؟ تاجيل مباريات وموسم الاستثنائي، واحنا فاكرين لما الاهلي كان طلع بيانه قال يا جماعه ده هيضر الكره المصريه، هيضر الانديه وهيضر المنتخبات، وفعلا اللي قاله النادي الاهلي هو اللي بيحصل دلوقتي، دي حقيقه. فانت شايف ان كل اللي حصل ده اثر فعلا او ده سبب رئيسي في التاثير والشكل اللي احنا بنشوفه المنتخب؟ بص هو بالتاكيد اثر بس مش السبب الرئيسي برضه. من ضمن الاسباب النهارده معلش انا النهارده لو كان معايا في المجموعه بتاعتي مثلا الكاميرون، كوتيفوار، غانا، الجزائر، المغرب، كنت هتعمل ايه؟ النهارده المجموعه بتقول لك اكسب بره وجوه واعمل اللي انت عاوزه. اعمل اللي انت عاوزه، بتقول لك مبروك اتاهلت، اعمل اللي انت عاوزه، المفروض تعمل اللي انت عاوزه. لا انت ما عملتش اي حاجه. فانت برضو النهارده انا عندي ظروف اثرت عليا ككره مصريه عامه، انا لازم اكون عندي برضو زي ما قلت لك خطط بديله. انا النهارده خلاص انا عاوز يا جماعه اعمل معسكر مغلق، اطلع النهارده بنود انا عشان امسك المنتخب مثلا كجهاز فني. يا جماعه انا قبل ما اجي عاوز عوامل نجاح كذا وكذا 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 اتحققت اشتغلت بيها. لا لكن النهارده تعالى امسك المنتخب الفني سوري المنتخب الوطني كمدير فني حاضر، طب معاك مين؟ طب معايا كذا. لا خلي ده معاك في الجهاز وبلاش تاخد كلام بص مش احترافي. بس كل ده بيأثر طبعا. مين من وجهه نظرك اسوأ لعيب المنتخب النهارده؟ النهارده؟ لا كتير كتير كتير. شايف تريزيجيه بره القصه خالص، بره مستواه. شايف زيزو، تريزيجيه المفروض هو اللي يشيل المنتخب في غياب صلاح، محمود علاء، احمد حجازي، حاجه صعبه جدا يعني. مفيش تفاهم النهارده والماتش اللي فات، كرات خطيره جدا من العمق. يعني بنتكلم بقلب في الف ب كوره يعني طبعا. الراجل بيعدي من النص، مفيش مفيش كلام، ما كانوش مع بعض الاثنين، نفس المميزات ونفس العيوب، وده طبعا حاجه مستحيله في كره القدم بتحصل. بس اثنين بيلعبوا جنب بعض زي ما قلت لك، زيزو، تريزيجيه بره القصه خالص يعني. شايف ان في عناصر هيتم استبعادها الفتره الجايه من قبل الكابتن حسام؟ انا شايف ان في فتره طويله طبعا لازم نجهز بقى نفسنا ليها، لازم نشوف لعيبه جديده، لازم النهارده زي ما قلت لك نشوف حد زي محمد عبد الغني، حد زي رامي ربيعه. لعيب كويس جدا من وجهه نظري برده. شايف رامي ربيعه لازم، محمود المتولي ان شاء الله لما يرجع بالسلامه لازم لازم خلاص النهارده اعمل شكل بقى زي ما قلت لك. بس هل ممكن اصابه واحده زي مثلا اصابه حمدي فتحي تاثر على منتخب المنظر؟ لا لا بص هقول لك على حاجه النهارده، هقول لك على حاجه النهارده. لو الازمات او بدايه الازمات في المنتخب في المباراه جاي من نص الملعب كنا هنقول الكلام ده، لكن انت النهارده عندك في كل الخطوط مشاكل زي ما بقول لك. حتى النهارده حلوله ما كانتش قويه يعني. النهارده انا بشيل احمد فتحي وبجيب محمد هاني بناء على ايه؟ طيب مثلا يعني مثلا بشيل مش عارف بنزل ايمن اشرف بدل عبد الله بناء على ايه؟ بناء يعني انت شايف ان المراكز اتغيرت بس مراكز اسماء اللاعبين، اسماء اتغيرت، مفيش تكتيك، مفيش تكتيك خالص، مفيش فرق ما بين الماتش ده والماتش اللي فات. ان النهارده ربنا ستر والحمد لله ما اتغلبناش. وصل بيك الحال اللي انت بتتكلم النهارده في ماتش زي جزر القمر بتقول الحمد لله انا ما اتغلبتش. بس طبعا حاجه مش كويسه، حاجه سيئه جدا طبعا. بتتكلم بالطريقه دي للاسف، انت بتتكلم منتخب كبير وتاريخ كبير. يعني انت النهارده جزر القمر اول مجموعتك بالظبط، انت متخيل بقى بتتكلم فيه؟ بتتكلم انت الناس كلها بتطلع وانت بتنزل ازاي؟ طبعا نقدر نقول اهم لاعبي منتخب مصر النهارده الشناوي، طارق حامد، عمرو السوليه مثلا. برضو هقول لك على حاجه، برضو هم ممكن نقول طارق حامد وعمرو السوليه كانوا مظلومين في حاجه، ان برضو ما عندهمش تعليمات ان هم يعملوا حاجه مثلا. انت بتقطع الكره وبتسلم طبعا. لا النهارده الديفندر بتاعي لما يكون عندي اتنين بتقل طارق حامد وعمرو السوليه في الملعب، لا النهارده خلاص انا هعمل هجمه من هنا، لا انا هلعب على اللونجات، طب لا انا هلعب من النص، لا انا هلعب كره طويله. لكن انت النهارده ما فيش بقى الكلام ده خالص، فانت النهارده بتنزل بتقطع بتستلم بس. يعني هم كانوا احسن طبعا بس برضه دورهم محصور. طيب نتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله ان المنتخب يخرج من لازم يبقى في وقفه الكبوه الطويله دي في الحقيقه، يعني هي فعلا كبوه على المنتخب الوطني الاول، وان شاء الله نخرج منها في اسرع وقت ممكن من خلال الثقه الكبيره والدعم والمسانده الدائمه لاي جهاز فني بيبقى متواجد، ما بالك لما يبقى جهاز فني بحجم وتاريخ الكابتن حسام البدري.
الظروف سواء هو حط نفسه فيها او ظروف واجهته، هو اكيد ان شاء الله يحاول يتعامل معاها بالطريقه الانسب خلال الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله الموضوع مش صعب ان احنا نتاهل يعني لامم افريقيا 2021 في الكاميرون. طيب نروح المنتخب الاولمبي، بكره مباراه مصريه ومهمه جدا طبعا مع منتخب جنوب افريقيا، بتشوف المباراه دي ازاي و ايه المنتظر بكره من منتخب مصر؟ هل احنا عايزين نتيجه واداء ولا نتيجه بس هي الاهم بكره في مباراه تصاعدك للاولمبياد يعني؟ بص اقول لك على حاجه، احنا انا شايف المنتخب الاولمبي في عناصر ساعدت كابتن شوقي غريب وساعدت الجهاز الفني على المظهر الكويس اللي احنا شفناه، وان النهارده بتحقق العلامه الكامله في الدور الاول والنهارده. بس انت بكره عندك المباراه انا شايفها صعبه من وجهه نظري، جنوب افريقيا دفاع قوي جدا ما دخلش فيه ولا هدف لحد دلوقتي، منظم بشكل كبير، فبرضه زي ما بقول لك لازم النهارده كابتن شوقي غريب قبل الماتش يذاكر ويحفظ اللعيبه. شايف عناصر كويسه جدا طبعا مصطفى محمد، طبعا رمضان صبحي، شايف امام عاشور برضه لحد ما، فانا النهارده لازم احافظ الفتوح. طبعا ابو الفتوح وبيكهام طبعا واكرم توفيق طبعا، مش عايزين ننسى حد منهم، لا في ناس كتير طبعا جداً. ومحمد صبحي حارس المرمى برضه كويس ممتاز. فانا شايف النهارده ان انا لازم اذاكر واحفظ اللعيبه بتاعتي. طبعا لازم انا مش من وجهه نظري شايف الخطه اللي بيلعب بيها او الطريقه اللي بيعتمد بيها عليها كابتن شوقي غريب مش هتسقفه بكره لحد كبير يعني. انا اتمنى طبعا مصر نكسب ونصعد. انت النهارده القصه ان انت بتلعب ليبرو، خلينا نتكلم بقى بالكره القديمه بتاعت ليبرو محمد عبد السلام، يعني شايفه من وجهه نظري ضعيف جدا. يعني هو كلفنا هدف المباراه اللي فاتت، بس الاخطاء وارده في كل الاحوال، اخطاء وارده بس في مباريات مش مسموح فيها الاخطاء. يعني انا ما ينفعش اسامحك النهارده في ماتش مثلا لا قدر الله لو انا غلطت بكره او في لعيب غلط بكره، ما ينفعش ما فيهاش. انت النهارده انت بكره ان شاء الله تكسب تصعد تلقاء ان شاء الله توصل لطوكيو. طبعا احنا طبعا نفسنا ناخد البطوله، بس احنا طبعا الهدف الاسمى زي ما كابتن شوقي غريب ان انا اوصل صح لطوكيو طبعا، فلازم اركز بكره، لازم اركز بكره خلاص. فكره ان انا كنا بنتكلم على طريقه اللعب، انا بقول لك طريقه اللعب انا حاسس ان هو بكره المفروض من وجهه نظري يلعب برده الطريقه العاديه خالص 4 ورا، ونبدا نبني برده من تحت ونستغل سرعه رمضان صبحي. احنا كناش نلعب 4 ورا، ما كناش بنلعب، بقول لك انت عايز نلعب برا. المفروض نلعب ده هيبقى منطقي ان انت تغير في مباراه مصريه زي ما انت برده السن ده او المرحله العمريه دي الفرقه كلها لعبت على فكره بالمناسبه معظمها لعب منتخب اول ولعب مع انديتهم ولعبوا افريقيا، فعندهم العقليه بتاعتهم المنتاليتي بتاعتهم تسمح ان انت النهارده تغير بطريقه اللعب حسب ظروف الماتش. ممكن ما اغيرش طريقه اللعب بس اغير في الشكل جوه الملعب. يعني خلاص انا بلعب النهارده بعبد السلام مدافع وراه متاخر، النهارده خلاص ببني بقى من قدام، طب دول هيضموا، طب الديفندر يرجع يبقى مساك تاني على الهجمات. ممكن اغير في الشكل ده لو انا مش هغير في الشكل العام للخطه اللي انا عشان تبقى تعليمات طبعا. يعني داخل الملعب يقدمها وينفذها وخطط بديله برضه خطط بديله، لان انت بكره بتلاعب منتخب عنيد طبعا عنيد جدا طبعاً. يعني انت متخيل منتخب لعب 3 مباريات ما دخلش فيه جون صح، فشايفها يعني ما بس خلي بالك هم في نفس الوقت صعدوا بفارق هدف عن الكاميرون، لا عن نيجيريا. ماشي بص هقول لك على حاجه، انت برضو هو وصل للهدف اللي هو عاوزه النهارده، الراجل ما دخلش فيه خلاص بيدافع بشكل كويس، ممكن يلعب على الهجمه المرتده بس. فانت بكره لو عمل نفس الشكل بتاعك هيبقى في خطوره عليك، لان انت بتلعب بمحمد عبد السلام زي ما قلت لك كوره، لو ضغط عليه زي ما شفنا في المباراه اللي فاتت لما رجع الكره محمد صبحي والخطا ده ما كانش منتظر منه يعني. فانت النهارده لو لعبت بالطريقه دي مع الشكل اللي بيلعب بيه جنوب افريقيا اللي هو بيلعب بيضغط من سوري بيدافع من ورا بشكل كويس وبيعمل هجمه مرتده منظمه قويه وكويسه جدا وبتوصله، لو حصل ده هيبقى في خطوره عليك جدا لو انت برده خليت محمد عبد السلام متاخر وبتاع. بس رايك في تصريحات الكابتن شوقي غريب النهارده ورمضان صبحي؟ بص انا شايف التصريحات منطقيه، كابتن شوقي غريب قال لك احنا لسه ما عملناش حاجه، طبعا هو لسه ما عملش حاجه فعلا من وجهه نظره برضه ومن وجهه نظر الجميع جدا يعني ما شفناش مثلا صريح، الراجل صريح بيقول يا جماعه لسه ما عملناش حاجه. زي ما قلت لك احنا اول اهم حاجه بالنسبه لنا نوصل لطوكيو 2020 وبعد كده ناخد البطوله، يعني انت تكسب بكره خلاص كده الهدف الاسمى وبعدين تاخد البطوله دي. ده فهو لسه طبعا ما حققش، انا اعتقادي باذن الله احنا لو كسبنا بكره هتاخد البطوله، لان انت خلاص مع النويات بقى وحققت كل حاجه هتتمتع بالمباراه دي. انا بقول لك انا قلقان من ماتش من مباراه بكره بشكل كبير جدا يعني جدا، لان رغم ان صار تصاعدي المنتخب الاولمبي
ما هو ماشي، ما انا بقول لك انت مش على كل الخطوط. انا مش شايف مثلا في مستوى تصاعدي كويس على كل الخطوط. شايف في الخط قدام الخط، لا خطوط كامله مثلا خطوط. كان في رمضان مصطفى محمد نزل تحت اكرم توفيق بس. فانا اتمنى يعني ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. ممكن يحصل تغييرات في التشكيل؟ ما اعتقدش، لا. انا زي ما بقول لك طب عمار ولا امام عاشور اللي يلعب؟ لا امام، امام اللي بيجيد في المكان ده اكتر. عمار بيدافع برده كويس يعني، بيرجع بيسقط لنص الملعب لما محتاج، ده بيبقى شكله طيب. كويس. صلاح محسن ولا عبد الرحمن مجدي؟ عبد الرحمن مجدي عشان عدلته صح. ممكن نلاقي الكابتن شوقي غريب بيفاجئنا بكره ويلعب باثنين مهاجمين مثلا زي ما بيختم في بعض المباريات. ما انا بقول لك انت بقى بص اقول لك على حاجه. الخطا او طريقه اللعب بتاع جنوب افريقيا اللي هو الدفاع البحت لازم تلعب. ممكن. انا شايف من وجهه نظري اللي هو ينفع تلعب، ينفع وده يسمع المباراه تسمح لك بده، لكن ما نتوقعش انه يبتدي كده. لا ما اتوقعش من كابتن شوقي. طيب ان شاء الله يكونوا موفقين بكره ويفرحوا كل المصريين بالتاهل لاولمبياد طوكيو 2020 باذن الله منتخبنا الوطني الاولمبي، ونسينا الاداء منتخب الاول. عايز اختم معاك بالنادي الاهلي، والاهلي خلاص بقى العدد التنازلي ابتدى، مباراه يوم الاثنين اللي جاي مع الجونه وبعديها مباراه النجم الساحلي، وفي نفس الوقت الجهاز الفني بيواجه بعض الظروف اللي تتمثل في الاصابات. بتشوف الفتره الجايه ازاي، وخصوصا ان بكره كمان في مباراه وديه للفريق؟ بص اقول على حاجه، النادي الاهلي طبعا الفريق فيه عناصر جديده كتير حتى لو في اصابات. شايف الماتش الجونه هيبقى صعب، الاصعب طبعا انت خلاص انت بعد التوقف هتبدا بمباراه زي مباراه الجونه، عندك اصابات غيابات يعني كتير، وفيها لعيبه مهمه ومؤثره طبعا. فانا شايف ان ده هيبقى صعب على الراجل، بس انا شايف الاهلي المستوى اللي فات في المباريات اللي فاتت من ساعه ما جه فايلر، شايف ان الماتش هيبقى صعب بس مش بعيد على الاهلي. لكن في نفس الوقت انت بقالك فتره ما بتلعبش كوره، انت بقالك 50 يوم فتره توقف كبيره، هل ده ممكن ياثر على الاهلي؟ طبعا لازم ياثر على فرق الدوري، معظم فرق الدوري طبعا. بس الاهلي يعني الفرق الكبيره اللي زي الاهلي ما اعتقدش ان هو ياثر بشكل كبير يعني، هياثر في في شكل اللعب يعني، تاثر نسبي ممكن على مستوى الاداء شويه ممكن ممكن، لكن بشكل عام لا مش 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 تاثير. طبعا الغيابات حمدي فتحي واليو ديانج طبعا، انت النهارده بتتكلم النهارده هنرجع حسام عاشور هيلعب تاني، راجل بعيد بقاله فتره، فبرضه هيبقى فيه شويه لخبطه. توقعاتك للماتشين ايه؟ شايف ان الاهلي ان شاء الله يقدر يتخطى عقبتين صعبين؟ شايف ان صعب ان تتوقع مباراه الجونه، صعب في ظل الظروف. ظروف الجونه فريق قوي جدا، وبقاله فتره بصراحه من نهايه الموسم اللي فات بيقدمه بشكل كويس قوي. لكن ان شاء الله انا اتمنى الاهلي يفوز على النجم الساحلي ويعمل نتيجه ايجابيه هناك ان شاء الله باذن الله. استاذ محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا استاذ محمود، شكرا لحضرتك. كان ضيفنا العزيز الاستاذ محمود عبد السميع الناقد الرياضي بالاهرام المسائي، واتكلمنا في بعض الامور سواء بتتعلق بالمنتخب الاول او المنتخب الاولمبي وكمان النادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق للجميع، منتخباتنا الوطنيه معالجه كل الامور اللازمه مع المنتخب الاول من خلال الكابتن حسام البدري. نتمنى كل التوفيق بكره ان شاء الله، نبارك لبعض او نبارك لبعض بعد بكره، ان احنا هنطلع الحلقه هتكون ماتش لسه ما ابتدتش بكره الساعه 8 مباراه منتخب مصر امام جنوب افريقيا، المباراه المؤهله باذن الله تعالى لطوكيو 2020، وحضور جماهيري هيكون مهم جدا. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مواجهات مصريه مقبله مهمه جدا سواء في الدوري او دوري ابطال افريقيا. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله، الى اللقاء.